فأخذ الجند يأخذون الناس، ارجع عن دينك، فإن قال لا طرحوه في النار. بل كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل هم هذا الدين حتى بدأ الدين برجل واحد وصل اليوم إلى أكثر من مليار؟ نحن أيها الأحبة الكرام ماذا بذلنا لأجل نصح هؤلاء وتوجيههم وردهم إلى الحق الذي ينبغي نحن أن ندعو الناس إليه؟ قالوا والله إن دينك خير من ديننا، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وقفنا في حلقات ماضية على شيء من أحوال السلف رحمهم الله تعالى في تعظيم قدر الله جل وعلا وفي خوف الله تعالى سواء في سرهم أو في علنهم. وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين أقوام يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعله الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكن منهم ونحن لا نعلم، يعني نخاف يا رسول الله أن نكون كحالهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم أقوام يظهرون للناس أنهم من الصالحين، لكنهم عياذا بالله إذا خلوا بالمحارم لا زالوا يقعون في هذه المحارم شيئا فشيئا. لذا كان السلف رحمهم الله تعالى لهم في مراقبة الله جل وعلا والخوف من الله تعالى أشياء عجيبة. انظر مثلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر كان رجلا صالحا، وكان يحرص على أن يكون بينه وبين الله تعالى علاقة خفية، يتعرف على الله عز وجل في رخائه وفي شدته حتى يعينه الله تعالى وينقذه إذا استغاث بربه عز وجل أو دعاه. عمر خرج مرة رضي الله تعالى عنه خارج المدينة يتأمل أحوال الناس، فمر بجانب المدينة لما خرج منها شيئا يسيرا، فإذا برجل قد نصب خيمة قديمة وقد جلس ظاهرها. وقف عنده عمر، قال: من الرجل؟ قال: أنا رجل من الصحراء، من الأعراب، من البوادي، رجل فقير، جئت إلى المدينة أريد أن أصيب من فضل أمير المؤمنين. قال له عمر: هل تعرف أمير المؤمنين لو رأيته؟ قال: لا والله ما أعرف من هو عمر بن الخطاب. فسمع عمر أنين امرأة من داخل الخيمة، فقال لذلك الرجل: من هذه المرأة؟ قال الرجل: ليس هذا من شأنك، اذهب. قال: بل هذا من شأني، من هذه المرأة التي تأن، ما حالها؟ قال: هذه امرأتي تلد، ووالله ليس عندي مال ولا عندي طعام ولا عندي أحد يعتني بها في أثناء ولادتها. فقال عمر: حسنا، انتظر قليلا. ذهب عمر سريعا إلى بيته. انظروا إلى من يتعرف إلى الله تعالى ويتلمس مواضع الأجر ويفعلها. مضى إلى امرأته فأقبل إلى أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه، قال: هل لك في باب خير فتح لك؟ قالت: وما ذاك؟ فقال لها: هنا امرأة من المسلمات تلد، ليس عندها أحد، فخذي ما تحتاجه النساء. أقبلت امرأة عمر وأخذت بعض ما تحتاجه النساء للولادة، أما عمر فأقبل إلى طعام وحمله معه، وأقبل إلى قدر وحطب وحمله معه، ثم مضى رضي الله تعالى عنه مع زوجته حتى أقبل إلى ذلك الرجل. دخلت امرأة عمر على المرأة في الداخل وجلس هو عند الرجل، والرجل الآن ما يدري أن الذي أمامه هو أمير المؤمنين، هو عمر. جلس عمر عند هذا الرجل وأشعل النار بنفسه، ثم وضع القدر عليها بنفسه ووضع فيها الماء ووضع فيها الطعام، وأخذ يطبخ وينفخ على الحطب ويطبخ الطعام، والدخان يتخلل لحيته المباركة رضي الله تعالى عنه. فبينما هو يفعل ذلك والمرأة هناك تصيح في ولادتها، إذ قالت امرأة عمر: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل قولها يا أمير المؤمنين تنحى عن عمر وقال: أنت عمر بن الخطاب؟ قال: نعم أنا عمر، تعال ليس عليك بأس، اجلس. وأجلسه بجانبه، ثم قام عمر وحمل القدرة التي فيها الطعام ثم مضى بها حتى أوصلها إلى الخيمة، ثم قال لامرأته: قال أشبعيها فإنها باتت طاوية، يعني باتت المسكينة الليل وهي جائعة.
ثم أخذت امرأة عمر الطعام وأطعمتها منه، ثم أخرجت الطعام إلى خارج الخيمة، فأقبل عمر إلى الطعام وحمله، ثم أقبل به إلى الرجل ووضعه بين يديه وقال له: كل، فإنك أنت أيضا قد بت طاويا، أنت أيضا من أمس ما أكلت شيئا. فبدأ الرجل يأكل، ثم صاح عمر بامرأته فخرجت إليه وقال للرجل: كل وادخل إلى امرأتك وأطعمها أيضا، فإذا كان من غد فتعال إلينا نحسن إليك. كان رضي الله تعالى عنه يتلمس أمثال هؤلاء الضعفاء ويحرص على أن يكون منجيا لهم مما قد يسأل عنه يوم القيامة. كيف لا وهو الذي لما تولى الولاية بكى، قيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله تعالى عنه: والله لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله تعالى عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ بل انظر إلى من سبق عمر في الفضل ومن هو خير من عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. انظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر أيها الإخوة والأخوات يقول عنه عمر بن الخطاب: كنت أرى أبا بكر يخرج إلى الصحراء بعد صلاة الفجر، قال: فقلت في نفسي: إلى أين يخرج الخليفة، خليفة المسلمين، إلى أين يخرج في هذه الظلمة بعد صلاة الفجر؟ قال: فتبعته يوما فذهبت وراءه فذهب إلى الصحراء. قال: فلما وصل إلى الصحراء دخل إلى خيمة قديمة في الصحراء وأنا مختبئ وراء صخرة أنظر إليه. قال: فدخل في تلك الخيمة ثم لبث فيها شيئا يسيرا ثم خرج. قال: فلما خرج وجاوز إلى المدينة خرجت أنا من وراء هذه الصخرة ثم أقبلت إلى تلك المرأة التي في تلك الخيمة، فلما نظرت فإذا امرأة وإذا عندها صبية صغار، قلت لها: ما حالك؟ قالت: أنا امرأة ضعيفة أرملة كبيرة في السن، وهؤلاء صبية صغار أيتام، وكانت امرأة عمياء. فقال لها عمر: فمن هذا الرجل الذي يأتيكم؟ قالت: والله هذا رجل من المسلمين، ما أعرف من هو، يأتي إلينا في كل يوم فيطبخ طعامنا ويعجن عجيننا ويخبز خبزنا وينظف بيتنا ويغسل ثيابنا ويحلب داجننا، يعني العنزة التي عندهم يحلبها، ثم يخرج. قال عمر: تعطينه أجرا؟ قالت: لا والله أنا ما عندي شيء أعطيه من الأجر ولا أعطيه من المال. قال: فمنذ متى يأتيكم؟ قالت: والله إنه يأتينا منذ كذا وكذا، فإذا أبو بكر يأتيهم منذ زمان. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقول: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. نعم، أتعبت الخلفاء من بعدك، لأنك بينك وبين الله تعالى أسرار لا يعرفها أحد غيرك وغيره. أيها الإخوة والأخوات، كثير من الناس اليوم بينهم وبين ربهم تعالى أسرار، كما قال الزبير رضي الله تعالى عنه وهو يوصي بعض أصحابه كما في مسند الإمام أحمد، كان يقول له: يا فلان، إن استطعت أن يكون بينك وبين الله تعالى خبيئة من عمل فافعل، إن استطعت يكون خبيئة من عمل، من صيام، من قيام، يا فلان إن استطعت أن يكون بينك وبين الله تعالى خبيئة من عمل فافعل، إن استطعت يكون خبيئة من عمل، من صيام، من قيام، من صدقة في السر، من توزيع لطعام على أيتام ومساكين فافعل. نحن اليوم كثير منا له فعلا خبيئة من عمل، لكن هل هذه الخبيئة في طاعة الله؟ لا، كثير من الناس اليوم له خبيئة من عمل، يختبئ ويشرب خمر، أو يختبئ ويزني، يختبئ ويقع في محرم، يذهب يسافر إلى بلاد يكون فيها فجور ثم يفجر، فهو يستحي من الناس ولا يستحي من الله تعالى وهو معه، حتى إذا أوقف بين يدي الله تعالى وسأله: لما استحييت من الناس ولا استحييت مني؟ فإذا هو يعظم الناس أكثر من تعظيمه لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من مثل ذلك كما في هذا الحديث الذي تقدم معنا، بل جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يقول للناس يوم القيامة: أما قد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني، على من اختبأ ثم فعل المحرمات، كما قال الإمام أحمد متمثلا بقول الأول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. لكن الذي يوفقه الله تعالى أيها الإخوة والأخوات للطاعة هو الرابح، لكن متى يوفق الإنسان للطاعة؟ في سره وعلنه، إذا كان عنده من الصبر واللجأ إلى الله تعالى ما يستطيع أن يمنع به نفسه عن المعاصي. كلنا لنا شهوات، كلنا تدعونا أنفسنا إلى النظر الحرام، إلى السمع الحرام،
إلى النوم عن الصلوات، إلى أكل الربا، إلى إقامة علاقات محرمة بالنساء أو تدعو النساء أيضا إلى إقامتها مع الرجال. لكن من هو الرابح؟ هو الذي يستطيع أن يصبر نفسه، كما قال: اصبر لمر حوادث الدهر، فلا تحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها، واذخر ليوم تفاضل الذخر، فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع، وأنت محشرج الصدر، وكأنهم قد هيئوك بما يتهيأ الهلك من العطر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمة القبر. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري، أم ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر، أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر. ما حجتك فيما أتيت وما قولك لربك بل وما العذر، ألا تكون أخذت عذرك أو أقبلت ما استدبرت من أمري. وقول ربي من ذلك أعلى وأجل، فإن الله تعالى يقول لأهل الجنة يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن هم صبروا في الدنيا، سبحان الله، صبروا على ماذا؟ قد لا يكون ضرب بسياط فصبر عليها، قد لا يكون عذب في الصحراء فصبر عليها، قد لا يكون سجن فصبر على السجن، لا، لكنه صبر يرى الناس كلهم يشربون خمر وهو أمسك نفسه، إذن صبر. صبر يرى الناس كلهم يتابعون مسلسل الذي فيه امرأة تضحك وامرأة ترقص وامرأة تغني وامرأة تقبل رجلا وهو قد مسك نفسه عن هذا الحرام، إذن هو صبر. صبر لما رأى الناس أو أكثر الناس يأكلون الربا وهو لا يأكل، يقعون في المخدرات وهو لا يقع، يشربون الخمر وهو لا يشرب، يقعون في الفاحشة وهو لا يقع، عندها يجعل الله تعالى هذا العبد من الصابرين. لكن انظر إلى الفريق الآخر الذين قال الله تعالى عنهم وهم في النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. يقول الله تعالى لأهل النار يوم القيامة: حرمنا عليكم الزنا في الدنيا حتى تتمتع يوم القيامة بالحور العين فزنيت في الدنيا، لماذا نمتعك بالحور العين؟ حرمنا عليك شرب الخمر في الدنيا حتى تشرب من خمر الجنة فلزمت إلا أن تشرب من خمر الدنيا، لماذا نشربك نجعلك تشرب من خمر الآخرة؟ حرمنا عليك أن تنظر إلى ما حرم الله تعالى من النساء أو تنظرين أنت أيضا إلى ما حرم الله عز وجل من الشهوات في الدنيا لأجل أن تتمتع بالنظر العظيم يوم القيامة، فتسرعت ونظرت إليها في الدنيا، فلماذا نمتعك بذلك يوم القيامة؟ يقول الله تعالى لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال كما في الصحيحين: من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ويخشى أيها الإخوة والأخوات أيضا أن من تمتع بالشهوات المحرمة عليه في الدنيا من زنا أو سماع حرام أو نظر حرام أو أكل حرام أو غير ذلك أن يحرم من جميع هذه المتع في الآخرة. وربنا جل وعلا يحرم علينا هذه الأمور وهو ليس بحاجة إلينا، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وخذ مثالا واحدا على استغناء الله تعالى عن عباده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي وغيره وهو حديث حسن، قال: إن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم قائمون يصلون، وإن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم راكعون، وإن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم ساجدون. قال: فإذا نفخ في الصور يوم القيامة ثم رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الجبار جل جلاله قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن استكبروا، يعني إن استكبروا عن الطاعات، فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون، يعني يتعبدون له تعالى. بل في الترمذي أيضا وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني ثقلت السماء وحق لها أن تأط، لماذا؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله
لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، يعني بالبكاء. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس أصلا ما يدفعه إلى فعل المعصية إلا تجد أنه ما يعظم الله تعالى حق تعظيمه، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين الله عز وجل أنه مما جعل أولئك الكفار يقدمون على المعاصي والمحرمات أنهم أصلا ما عظموا الله تعالى حق تعظيمه ولا خشوا من الله تعالى حق خشيته. فكذلك من أقدم على المعاصي وهو يعلم أن الله تعالى يراقبه وينظر إليه، كما قال جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال سبحانه وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. من كان يعلم أن الله تعالى العباد بالمرصاد يراقب الحركات والسكنات يعد عليهم الأنفاس ينبغي أن يعظم الله تعالى حق تعظيمه وأن لا يقدم على مثل هذه المعاصي. أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يجعلنا ممن يعظمونه جل وعلا، ممن يخافون من الله سبحانه وتعالى حق خوفه، وممن يراقبون الله تعالى في سرهم وعلنهم، بل أن يجعلنا ممن بينهم وبين ربهم جل وعلا خفايا من العمل الصالح، حتى إذا احتاجوا إلى ربهم عز وجل بدعاء أو استغاثة أغاثهم الله تعالى لما بينه وبينه من معرفة. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.